احتشد الآلاف في الشوارع اليوم للمطالبة باستقالة الرئيس جايكوب زوما الذي تضررت سمعته بسبب سلسلة من الفضائح. وأذاعت شبكة INCA التلفزيونية صوراً للمتظاهرين وهم يرددون يجب أن يرحل زوما، وكتب على لافتة كبيرة حملها المتظاهرون لا مصالحة مع الفساد، كما نظمت مسيرات في بريتوريا وكيب تاون وبورت إليزابيث. ويتعرض زوما لضغوط متزايدة بسبب فضائح تشمل النساء واستخدام أموال دافع الضرائب لتجديد منزله.